هذه الفرصة ما راحش تولي، يعني ولا جات الموجة الرابعة وما لقحناش يعني عدد كبير من المواطنين، راح تكون يعني حالة يعني ربما أكثر من الموجة الثالثة. لهذا احنا خلينا كل الإمكانيات تاع التلقيح خليناهم على مستوى الوحدات الصحية، الفضاءات العمومية، على مستوى يعني الوزارات، يعني خلينا كل الفضاءات تاع التلقيح القريبة من المواطن. وحنا نوجه يعني نداء كبير للمواطنين، خذوا هذه الفرصة هذه باش تلقحوا نفوسكم، تلقحوا أولياءكم. هذا هو الحاجة الوحيدة اللي تحمينا، لأن التلقيح يحمي من الحالات الخطيرة ويحمي من الوفيات.